مشاهدينا أهلا بكم. قبل قليل من يومه الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و508 حالات شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند زين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة ل 16,099 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام 13,442 حالة بنسبة تعافي تبلغ 83.5%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 257 حالة بمعدل إماتة يناهز 1.6%. إذن كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة تغمدهم الله بواسع رحمته، وبالنسبة لحالات الشفاء تسجلت 508 حالة شفاء. وبالنسبة للمعدل الإجمالي منذ بداية الوباء في الثاني من شهر مارس الماضي، بالنسبة لحالات الإصابة بلغ 16,097 حالة، وبالنسبة لحالات الشفاء بلغت 13,442 حالة، أما بالنسبة لحالات الوفيات فبلغ 257 حالة تغمدهم الله بواسع رحمته. وبالنسبة للناس اللي الله يلتحقوا بنا، نعاود قراءة البلاغ. أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و508 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 16,097 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام 13,442 حالة بنسبة تعافي بلغت 83.5%، فيما ارتفع عدد الوفيات 257 حالة بمعدل إماتة يناهز 1.6%. إذا مشاهدينا كان هذا آخر مستجد بخصوص وباء كورونا بالمملكة المغربية. إذا مزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر، دائما نخرجوا لكن نخرجوا نوضعوا الكمامة، الاستمرار على تعقيم اليدين والتباعد الجسدي. هذه الأمور ستكون تدخل في النمط الاعتيادي ديال الحياة ديالنا ونولفوا عليها باش هكا نقدروا نتفاداو العدوى. مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.